بقى نروح لملف كمان آخر ومرتبط، يعني الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي قرر رسميا خلاص إقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ده هيكون في 9 مساء يوم 8 أكتوبر المقبل. كمان قرر الفيفا إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في 9 مساء، ده هيبقى يوم 11 أكتوبر. كان كمان الاتحاد المصري لكرة القدم يعني أتم اتفاقه على إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين، ده يوم 30 سبتمبر الحالي، وحدد ليها الساعة 9 في استاد يعني الجيش ببرج العرب، المقرر أن يشهد أيضا مباراة يعني ليبيا. وبيسعى منتخبنا طبعا الوطني تحقيق الفوز من أجل هنا اعتلاء صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، والتفوق كمان على منتخب ليبيا اللي بيتصدر المجموعة زي ما احنا عارفين برصيد 6 نقاط. بدأ كمان منتخب مصر مشواره في التصفيات بالفوز على أنجولا، ده كان بهدف نظيف، ومصر بمصر بعد كده ثم التعادل مع الجابون زي ما تابعنا بالجولة الثانية خارج الديار، مما تسبب طبعا يعني في الحدث الأشهر وهو إقالة كابتن حسام البدري، لأن البعض أو يعني معظم الناس ما كانتش راضية عن هذا الأداء أو النتيجة اللي مصر أو منتخب مصر يعني واصل ليها، وقرروا الاستعانة بالبرتغالي كارلوس كيروش، فعايزين نشوف بقى إن شاء الله أداء برضو مختلف. خلينا نقول إلى حد ما ده احنا مش عايزين، ده احنا لازم نشوف اداء مختلف، ده ملهاش حل غير اننا نشوف تغيير جذري في الاداء، لان الحقيقه اللي كان حصل الفتره اللي فاتت لا يرضي عدو ولا حبيب زي ما بيتقال.